السلام عليكم متابعينا ومشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم مجددا في درس هذا اليوم، وهو حول يعني كيفية أو طريقة حماية الهاتف من الاختراق، يعني كيف تحمي هاتفك من الاختراق. فيوجد العديد والعديد من الطرق التي من خلالها يتم اختراق الهاتف الخاص بك يا صديقي. الأمر الخطير هنا هو ماذا يحتوي هاتفك. هل هاتفك يحتوي على يعني به صور خاصة بك وفيديوهات خاصة بك، أو به يعني بطاقات الائتمان وحسابات البنك الخاص بك؟ يعني هذا هو الأمر المزعج والخطير يا صديقي. يعني إذا كان هاتفك يحتوي على هذه الأشياء وتم اختراقك، فهنا احتمال كبير أن يتم تسريب هذه المعلومات أو أخذ هذه المعلومات واستعمالها يا صديقي في يعني في أشياء كثيرة. فمثلا الحسابات البنكية، سوف يتم سرقة حساباتك البنكية ويعني وبطاقات الائتمان الخاصة بك، ثم سحب الأموال من البنك الخاص بك. وأما صورك وفيديوهاتك لربما سيتم نشرها في العديد من المواقع. المهم، هو أمر خطير جدا، لكن هنا سنتعلم يا صديقي كيف تحمي يعني هاتفك من الاختراق، وأيضا كيف تعرف هل هاتفك مخترق أم لا. قبل الدخول في صلب هذا الموضوع، لا تنسى عمل لايك لهذا الفيديو إذا أعجبك بطبيعة الحال، ولا تنسى أيضا ترك تعليق تحفيزي أسفل هذا الفيديو. وإذا لم تكن مشترك بعد في قناتنا، لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس من أجل التوصل بكل جديد. إذا بالنسبة للأمور أو الأشياء التي تساهم بشكل كبير في اختراق هاتفك، هي التطبيقات المعدلة التي تقوم بتحميلها من مصادر مجهولة. فمثلا تجد شخص ما يقول لك قم بتحميل النسخة الأصلية الأخيرة من واتساب، يعني يقول لك 2020 نسخة بها مميزات كثيرة، أو يعني مجموعة من الأسرار مخفية في تطبيق الواتساب لا يعرفها أحد، أو شيء من هذا القبيل. المهم خزعبلات، أنت تقوم بتحميل نسخة من الواتساب معدلة، واحتمال كبير أن تكون هذه النسخة يعني بها برامج ضارة، وهذه البرامج قد تقوم باختراق هاتفك وأنت لا تدري يا صديقي. مثل هذه الأمور أنا أنصحك بأن لا تقوم يعني بتحميل مثل هذه التطبيقات. قم بتحميل التطبيق الأصلي للواتساب من متجر جوجل بلاي، فهذا أمر مهم جدا. أما بالنسبة للتطبيقات الأخرى المتواجدة في مصادر مجهولة، من الأفضل يا صديقي أن تعرف تلك التطبيقات قبل تحميلها، وسأريك يعني سأريك تطبيق يمكنك من معرفة هذه التطبيقات. هل تتجسس عليك؟ هل يعني تأخذ صورك وفيديوهاتك أو شيء من هذا القبيل؟ المهم سأريك هذا التطبيق. والأمر الثاني هي الروابط المجهولة. هناك العديد من الأشخاص تصلهم روابط مجهولة، إما في الواتساب أو في الفيسبوك أو في الميسنجر أو في العديد من يعني مواقع التواصل الاجتماعي. فهذه الروابط يا صديقي أنا أنصحك إذا لم تعرف الرابط لا تقم بالضغط عليه، لأن العديد من هذه الروابط تكون ملغمة، يعني بداخلها توجد برامج ضارة، وهذه البرامج هي برامج تجسسية، أو يعني المهم تقوم باختراقك إما لغرض سرقة صورك أو فيديوهاتك أو بطاقة الائتمان، يعني التجسس على بطاقات الائتمان الخاص بك والحسابات البنكية وغيرها من الأشياء المهمة لديك يا صديقي. المهم هذه الروابط المجهولة يعني قد تكون يعني مرسلة من طرف شخص مجهول لا تعرفه، أو قد تكون مرسلة من شخص يعني تعرفه. هذا هو الأمر يعني الخطير، قد يكون صديق لك أو شخص مقرب لك يريد اختراق هاتفك لأغراض مجهولة يا صديقي، أو لهذه الأغراض. المهم هناك الكثير من الأشياء. إذن الغرض الرئيسي أو المغزى من هذا الدرس هو حماية هاتفك من الاختراق. فكما تشاهد أمامك يا صديقي، هذا هو التطبيق الذي تحدثنا عليه سابقا. هذا التطبيق يمكنك من معرفة ما هي التطبيقات التي تتجسس عليك، والتي تريد سرقة صورك وفيديوهاتك وإلى غيرها من الأشياء. المهم لمن هو مهتم بتحميل هذا التطبيق، سأترك رابط التحميل في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو أو في أول التعليق. إذا بالنسبة للخيار الأول، نجد يعني مجموعة من التطبيقات المشكوك فيها، يعني هذا التطبيق يشك في هذه التطبيقات. والخيار الثاني يعطينا مجموعة من التطبيقات، يعني جميع التطبيقات المتواجدة في هاتفي.
57 تطبيق مشكوك فيه و100 تطبيق يعني هو موجود في هاتفي. مثلا ندخل إلى هذه التطبيقات المشكوك فيها بهذا الشكل. هنا يا صديقي إذا ما لاحظنا جيدا وبحثنا في هذه التطبيقات المشكوك فيها سنجدها بأنها كلها تنتمي إلى شركات وليس إلى أفراد، يعني شخص فردي أو شخص لوحده. مثلا إذا ما دخلنا إلى تطبيق الواتساب سيعطينا بأنه يمتلك العديد من الصلاحيات أو الأذونات التي سمحنا لها يعني لتطبيق الواتساب بتطبيقها أو بأخذها. فمثلا تطبيق يعني تطبيق الواتساب لديه صلاحية الدخول إلى جهات الاتصال وأخذ أو قراءة جهات الاتصال وإرسال معلومات جهات الاتصال الخاصة بنا إلى الإنترنت بشكل عام. ثم كذلك لديه صلاحيات يعني التصنت على الهاتف، ولديه أيضا صلاحيات يعني استخدام كاميرا الهاتف بشكل سري دون يعني علمنا نحن، وكذلك يعني عمل مكالمات دون علمنا والعديد من الصلاحيات. في نظركم أو في نظرك يا صديقي لماذا تطبيق الواتساب يستعمل جميع هذه الصلاحيات؟ هناك من سيشك سيقول تطبيق الواتساب يتجسس علي سيأخذ مني هذه وهذه. لا يا صديقي، تطبيق الواتساب هو معروف لشركة عملاقة، لن يعني صورك لن تحتاجها في أي شيء، لكن ستحتاج العديد من الأمور لأغراض تجارية. فكما نعلم أن تطبيق الواتساب هو تابع لشركة فيسبوك، فيسبوك هي يعني شركة عملاقة تجارية تقوم بعمل يعني حملات إعلانية ممولة. هنا ستحتاج بطبيعة الحال مجموعة من المعلومات لكي تقوم يعني أو يعني تقوم بتطوير هذه الحملات الإعلانية لكي يصلك أنت كشخص إعلان يستهدفك. المهم هذه الأشياء هي معروفة عند الجميع، لكن الغريب في الأمر فمثلا ندخل إلى هذا المكان، يعني هنا نجد يعني مجموعة من التطبيقات يعني جميع التطبيقات في هاتفي. هنا نبحث على تطبيق معين لشخص معين مثلا، فمثلا هذا التطبيق المسمى بساتلايت فاندر. هذا التطبيق أنا أعرفه شخصيا أنه ليس ملك لشركة، فهو ملك لشخص أو شخصين أو ثلاث أشخاص. المهم هذا التطبيق وظيفته هو استقبال الأقمار الصناعية عن طريق الجي بي إس. فهنا إذا وجدنا بأن هذا التطبيق يمتلك صلاحية الدخول إلى الصور والفيديوهات والمهم المكالمات وجهات الاتصال سنعلم بأنه تطبيق تجسسي، سنحذر منه وسنقوم ب يعني حذفه من الهاتف. لكن إذا وجدنا صلاحيات التي لها علاقة بالواي فاي والجي بي إس والمهم الواي فاي والجي بي إس سنعلم بأنه تطبيق غير تجسسي يقوم بوظيفته فقط. والشيء الذي أريد أن أوضحه أكثر هو اللون الأحمر. جميع الأشياء المكتوبة باللون الأحمر في هذا التطبيق هي الأشياء الخطيرة، يعني التي من خلالها يمكنه التجسس عليك يا صديقي. أما الأشياء المكتوبة باللون الأبيض فهي الأشياء العادية في التطبيق. مثلا إذا ما لاحظنا الخيار Access Approximate Location، هذا الخيار أنا أعتبره ليس بخطير جدا، فهو له علاقة ب يعني المكان، مكان تواجد الشخص أو مكان تواجد الهاتف. والخيار الثاني Access Precise Location GPS and Network Based، فهذا الخيار هو كذلك خيار ينتمي إلى وظيفة التطبيق، فهو يحتاج منك صلاحيات الجي بي إس لكي يقوم بتحديد مكان تواجد الأقمار، عفوا مكان تواجد يعني مكان تواجدنا نحن من أجل استقبال الأقمار. وأخيرا يحتاج منا التطبيق صلاحيات يعني أخذ المعلومات من الخريطة. هذه المعلومات جميعها هي معلومات يحتاجها التطبيق لكي يقوم باستقبال الأقمار الصناعية، يعني هذا التطبيق ليس بتطبيق تجسسي على الإطلاق. فهكذا يمكننا أن نعرف يا صديقي ما هي التطبيقات التي تتجسس علينا والتطبيقات التي تريد اختراقنا والتطبيقات العادية. إذا كان التطبيق ينتمي إلى شركة يعني إلى شركة كبيرة مثل فيسبوك، تويتر، إنستغرام، غيرها من يوتيوب وغيرها من التطبيقات العملاقة، فهذا أمر عادي جدا إذا وجدنا مثل هذه الصلاحيات. لكن إذا كان تطبيق
لا ينتمي إلى شركة، ويعني وبه عدد التحميلات قليلة جدا. وقمنا بالدخول إلى هذا التطبيق، وقمنا باكتشاف صلاحية الدخول إلى الصور والفيديوهات وغيرها من الأشياء، سنعلم علم يقين أنه تطبيق تجسسي، فيجب علينا يعني حذفه مباشرة من الهاتف الخاص بنا. فكان هذا يعني درس بسيط لهذه الحلقة، فرابط هذا التطبيق سأتركه في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو لمن أراد تحميله بطبيعة الحال. وأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، إن كان كذلك لا تبخلوا علينا بعمل لايك ومشاركته مع أصدقائكم ليستفيد الجميع. وكذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس من أجل التوصل بكل جديد، ولا تنسوا أيضا زيارة موقعي الإلكتروني www.ilmalkul.com للمزيد من الدروس والأخبار. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء وإلى درس قادم إن شاء الله.